حابين يديروا مشاكل في كاع المناطق الجزائريه، هذا ما يولي يحمل هذا، وهي كذب خرطي كاش منها. الجزائر مستهدفه. مستهدفه من كل الجوانب. لأنها دوله ما تحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع. بالأمم. شوف البلاد هذه كي نقول لكم مستهدفه كيف يدير مستهدفه الانسان إيه ما يبداش يكسر في راسه بزاف ويتفلسف درك خرج المنشور الاخير اللي نسبوه لوزاره الصحه وهي ما كاش منها بان بلين ولايه الجنوب كاع مبلعين على على جال المرضى هذاك تاع لا ديفتيري ولو باليديز الجزائر بلعت كاع لي المنطقه وهذا كذب ما كاش منه الامر لا يستدعي باش تبلع هذوك الطرقات لو عندهم الدواء عندهم ان سيروم عندهم دي زونتي توكسين عندهم دي زونتي بيوتيك سي تام بروتوكول سانيتير آه... فاليدي بار لو إن... <تصفح> انسان ما يبداش يتفلسف ويهضر هضره اللي ما عندهاش معنى هذا المرض مرض آه... كيف يعيطوا له بورتي جابوه من الخارج جابوه ما على باليش انا البدو نروح هذيك الجهه كاع بدو نروح يتنقلوا من مكان لمكان جاب من أفريقيا جاب من أفريقيا تخلى هنا الجزائر اعداو الناس تاع المناطق هذوك وهذا المرض سهل باش ينتقل من الانسان الانسان اسهل حاجه يعني تهضر معاه تخمس معاه تشيلو حوايجو تشي كاش حيوان ينتقل اليك هذا المرض وعلاه انتشر هذا المرض باسكو هذوك المناطق عباره عن بدو بروحه اللي ديبلاصاو بزاف في لي بيريود تاع لي فاكس اللي ديرهم الدوله بيكونوا ديبلاصيين ما ما الدوله ما تلقاهمش يكونوا دخلوا المالي ولا دخلوا النيجر ولا دخلوا الكاش دوله سي بور سا لي تاعهم مشكله ومشكله حقيقيه سيت با اون ماشي مرض اللي خاطر بهذاك التصور اللي انا تصوره هو صح واعر سي نورمال سورتو لي زراري ب 11 ل 20 سنه وسورتو اللي ماشي دايرين الباكسا وسورتو اللي ما ياخذوش لو تريتمون اونتر 5 اي 30% يموتوا منهم هذو اللي ما ياخذش العلاج ولا ماشي داير الباكسا دوك الهضره تاع الدعايه تزير بلعت الحوت بلعت الطرقان للسيد وكاع ما كاش منها كاع خرطي في خرطي كاع كذب في كذب سقسوا لي روتي اللي يمشوا سي نورمال الدوله تاخذ حذرها باسكو هذوك المناطق اللي فيهم لا مي هذه لازم الدوله تاخذ الاجراءات تاعها تاخذ حذرها يعني تراقب تراقب هذه هذه دوله ولا واش واش عم بيتها قاوت لازم تراقب باش المرض هذاك ما يزيدش ينتشر في المناطق المجاوره لهذيك المنطقه باسكو قلت لك سهل الانتقال بس صعب لي الدعايه كل واحد كل نهار يخرج لي بدعايه سيدي مرض مرض شوف الجزائر عانت في 93 و94 و و95 من هذا المرض عانت منه ما على ما هضروش ما كانش الناس تهضر ما كانش الانترنت ممكن بالك بس الجزائر عندها الاكسبيريونس وعندها الأدوية اللازمة وبالزيادة بالزيادة لهذا الأمر شوف الطائرة مصبح اللحشية وما ينتقلوا منها في في ينقلوا في, 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 في الدواء والاختصاصيين تحت الأوبية هذا المرض توكسي <applause> بالابان هدرة زايدة ما عندها حتى معنى والله العظيم أنا بليش كيفه حابين يديروا مشاكل في كاع المناطق الجزائريه هذا ما يولي يحمل هذا وهي كذب خرطي ما كاش منها تهضرلي على المنظومه الصحيه في الصحراء عم قصر معك نقول لك كاين نقائص بزاف وبزاف ما تهضرليش على الشمال الشمال كاين كاين بالك قولي الاorganizاسون قولي التسيير قولي هكاك نهضر معك بصح في هذا كل نشوفوا إعادة النظر في المنظومة الصحية في هذيك المنطقة باسكو فيهم دي مالادي اللي حنا هنا ما والله ما نسمعو بيهم والسلام